ازيكم؟ معاكم سارة سيد. اتفقت معاكم ان انا هعمل معاكم حلقات عن ذكرياتي، ذكرياتي الجميلة. فالنهارده بقى هقول لكم انا ليه عندي فوبيا من الاسانسير. يا رب بس تكونوا سامعيني كويس، عشان انا قاعدة مني للسما كده والناس عاملة دوشة مش عارفة اسكتهم، يعني مش عارفة اعمل بيه. عايزة اجيب ميكروفون واقول هص هص، مش هينفع. يلا بينا. طيب انا عندي فوبيا لحد دلوقتي، يعني لو انا عندي عمر 10 ادوار هطلع ال 10 ادوار على السلم ومش عايزه اركب الاسانسير. ولما بركب اسانسير مثلا لما كنت تعبانه رايحه للدكتوره او حاجه بركب بالعافيه وقلبي بيتسحب كده. اصلا انا هقول لكم، وانا صغيره كنت في ابتدائي كنت رحت مصيف مع بابايا وركبت الاسانسير عادي، وانا معاه عادي والاسانسير كان تمام. المهم كنت بركب الاسانسير عادي وانا صغيره وركبته مع بابايا وطلعنا الشقه والموضوع خلص. بعد كده بقى ايه، بابايا قال لي روحي هاتي حاجات من تحت من السوبر ماركت. قلت له ماشي. ركبت الاسانسير وانا واثقه في 100%، فجاه النور قطع وانا كنت في الاسانسير واتحشرت ما بين دورين ومفيش بابا اطلع منه. طبعا ما كانش فيه موبايلات، انا كنت في ابتدائي مفيش موبايلات ولا اي حاجه. انده انده انده، مفيش حد يسامعني. بصوا مش عايزه اقول لكم انا حصل لي ايه، يعني مش عارفه اقول لكم كميه الرعب اللي انا اترعبتها. الدنيا خلاص ضلمه وانا محصوره ما بين حتتين مفيش باب حتى اطلع منه، وما جبتش كمان الحاجات من السوبر ماركت علشان اكل منها حتى، يعني كنت لسه ما جبتش حاجه. المهم ايه، مش عايزه اقول لكم بابايا بعد ايه افتكر ان النور قاطع الله يرحمه، وافتكر ان بسلم على الجمهور بتاعي بهزر معاكم. المهم بابايا بقى ايه خد باله ان انا ما جيتش. يعني بعد كده اكتشف ان انا في الاسانسير، بعد كده النور جه وطلعوني البواب ساعدنا وطلعوني. من ساعتها انا بكره الاسانسيرات، من ساعتها حتى يعني الناس تقعد تقنعني اخش اركب الاسانسير اقول لهم مستحيل، بطلع على رجلي بس بعمل معاهم تحدي بقى عشان هما بيقعدوا يقولوا لي ايه اركبي معانا الاسانسير، اقول لهم لا بطلع بقى اجري بسرعه واجي على نفسي عشان ابقى مسابقاهم، عشان اعرفهم ان ايه ان انا اسرع من الاسانسير. وانا اي نعم بتكسح ومقدرش اخد نفسي وصدري بيحرقني من كتر الجري، بس علشان ما يشمتوش فيا ان هما طلعوا قبلي لازم انا اطلع قبلهم برده وانا الكسبان، معرفهمش ان انا في حاجه غلط. بس دي كانت ذكرياتي مع الاسانسير. وطبعا في حوادث اسانسيرات كتير، يعني انا ما بقولش اي حاجه من دماغي. في اسانسيرات بتقع بالناس عشان الناس برضو ايه، الاسانسير بيبقى مكتوب عليه 3 افراد بتلاقيه 9 رجله وحاسين ان هم رفيعين، فاهمني فاهمني. فاللي هو الناس برضو مهمله في حوار الاسانسيرات دي، وفي ما في ساعات بيبقى مفيش صيانه كمان، فعلى ايه اطلع السلم احسن، الا بقى لو انا نحس وسلم يقع بيا هو كمان. اكتر اسانسير بترعب منه الاسانسير بتاع مول سيتي ستور، بيبقى بيطلع كده يعني بيطلع كده فجاه وبينزل فجاه، بخاف منه قوي، بحس ان نفسي بيطلع وينزل. انت يا بنت بحس كده ان هو بيطلع وينزل فبخاف منه. بس بقى احاول احسن من نفسي واركب اسانسيرات، بس لما احتاجها قوي بركبها، يعني لما بحتاجها قوي بركبها. يعني برضو ايه، لكل قاعده شواذها، يعني ممكن اركب اسانسير بس ما بجريش عليه، ببقى بقعد اقرا قران وانا راكباه وكده. ويا سلام بقى لو تهز هزه بسيطه كده بتلاقيني اترعبت. عندي فوبيا بقى من ايه تاني؟ برضو عندي فوبيا من ماسك الازاز والبورسلين. انتوا سامعيني كويس؟ اقرب المايك. قبل كده وانا صغيره عملت حركه وجب مع ماما، كنا في رمضان، كنت بقول لك يا ماما قعدت اشيل لك الاطباق دي علشان انت تعبت في الطبخ، وبعد ما عملت معاها الواجب اتعامل معايا انا الواجب. طبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل، الاطباق كلها وقعت دب على الارض، مفيش طبق بقى سليم. اقل طبق بقى سليم كان نصين، الباقي كان متقسم 3/4 و4/4. 3/4 ايه؟ طبعا مش عايز اقول لكم انا ماما عملت معايا ايه، يعني تخيلوا انتوا بقى عشان عارف حق اقول على القناه. اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. فمن ساعتها ما بحبش امسك ازاز او بورسلين كتير لحد دلوقتي بقى، بمسكهم وببقى متربشه فيه، يعني ماسكه فيه جامد كده ومثبته فيه، بخاف ان هو يقع مني. وفي بيقع مني كتير وانا بغسل المواعين بقى ايه، الصابون بيبقى عامل مساعد ان الاطباق تقع وتتكسر. يعني انا عندي اطباق جهازي كلها
يعني مكسره اغلبيتهم مكسرين، بس انا ايه بدات اعالج نفسي من الموضوع ده برضه. دي الفوبيا الثانيه. قولوا لي بقى انتوا بتخافوا من ايه؟ لا قولوا لي بقى انتوا بتخافوا من ايه في التعليقات، علشان انا حاسه ان انا واقفه في حته، يعني يا رب تكونوا سامعيني اساسا. اكتبوا في التعليقات انتوا بتخافوا من ايه غير الهيصه اللي قدامي دي يعني. فبس كده، وتابعوني الفيديوهات الجايه وسامحوني على الازعاج ده، بس انا حسيت ان انا عايزه اعمل فيديو في الازعاج ده، عشان انا بتكلم عن الحاجات المزعجه اللي بتزعجني، فلازم اكلمكم في منتهى ازعاج. من الاخر، يلا باي باي.